الترومبة واقفة، بعد كده هتبدأ يدي سيجنال اون للترومبة، هتبدأ شغالة البامب لغاية الساعة 6 مساء، اللي هي فترة بقى ان الشمس خلاص بدأت تختفي، تروح واقفة الترومبة تاني، وبعد كده ستوب لمدة 24 ساعة لغاية بالليل، وتاني يوم تشتغل. طب انا عايز اتحكم في الاسكادول ده، فبضغط على كلمة اد. ده محور اكس، ده محور وار. فانا بقول كمثال انا عايز العب في التايم سكادول ده، انا عايز دلوقتي اقول الساعة 10 تكون 1، بعد كده اد تاني، اقول الساعة 10 تكون 0، اهو مشيت اشتغلت ساعتين ورجعت نزلت تاني. اد الساعة 12 تكون 0، اد الساعة 12 تكون 1. شفت اشتغلت ساعتين، فصلت، ريحت ساعتين، رجعت اشتغلت تاني من الساعة 12 لغاية الساعة 6. فأنا كده بشغل وافصل الترومبة بناء على التايم سكادول اللي أنا حطيته للترومبة دي، اشتغل بناء على التايم سكادول ده بس. اوكي، ايه بس هي دي كانت معلومة بس كده سريعة كنت عايز اقولك عليها. في بقى حاجة تانية هو ضاف فيها زي حاجة زي آلة حاسبة وبروجرامنج تاني، دي هنبقى نظبطها مع بعض. حاجة يعني تانية اضافية للسيستم.